تبقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت ياتيها تجني الثمار ودا في دار مكرمة لا منى فيها ولا تكدير يأتيها فيها نعيم مقيم دائبا أبدا بلا انتظار وهو محرم عليكم إخراجوني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله التي تعرض في القنوات وغيرها والعياذ بالله من أرشح إذاعة القرآن الكريم تستمعون إلى فعاليات مسابقة القرآنية والتي أشرفت عليها الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة لعام 1430 هجرية الموافق 2009 إفرنجي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Έναρξη Παρασκευή 14 Μαΐου. آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
دينه ويؤدي فرائضه ويقف على عجائبه وينصح لكتاب الله ويعمل به الولاة ويعمل به أعطيك الصحة بدأ منا الله يسلمك يا شيخ صديق ورب يطولنا في عمرك إن شاء الله قول لي يا حبة اتجوزت ولا مازال انت شاب باهي وطيب وناس واجد يتمنوا يعطوا ايه الحمد لله والامر الرشيد اسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود انك رحيم ودود يتبعهم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين